السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم الصحة والعافية. اليوم عندنا رسالة بسيطة عن التنمر. إنما الأمم أخلاق، فنحن دائما كمسلمين، كمواطنين في دولة الإمارات، كأبناء المدينة الفاضلة، يضرب فينا بالمثل بأخلاقنا، بأسلوبنا، بسلوكنا. إنما الأمم الأخلاق ما بقي، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق هي أساس كل شيء. فدائما حياتنا معتمدة على سلوكنا. يوم بيقولون ولد فلان، تربيتك من البيت تنعكس عليك في تعاملك مع ربعك، تنعكس عليك في مدرستك، تنعكس عليك في النادي. الأخلاق هي دائما تسير ببلادك، خارج بلادك، سافرت أي مكان، الواحد أخلاقه. إذا مثل ما قال أبو عبد الله، إذا قالوا هذا الولد ولد من؟ قالوا ولد فلان. والنعم فيه من أي دولة؟ من دولة الإمارات. والنعم فيه أي مكان تسير. الحين يمكن تسير سمعوا في مشاكل تصير يوم يسافر وغيره، لا شو ما حيضرب حد وما حيسوي مشاكل لحد. كلكم تمثلوا دولة الإمارات، كل شيء يسوونه بيقولون هذا الإماراتي. والشيخ سلطان سماكم عيال المدينة الفاضلة، اللي عيش سلوك بسوونه بيقول هذا ولد فلان والنعم من ذبل الحصن. فلازم الاحترام، الكلمة الطيبة، السلوك الطيب، ما حد يسب الثاني.